والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن الايه؟ عن اللغو. الصفه الثالثه والذين هم للزكاه فاعلون. حينما نتامل في الصفات الثلاثه هذه نجد ان الله سبحانه وتعالى ذكر صفه الاعراض عن اللغو بين ركنين عظيمين من اركان الاسلام، ركن الصلاه وركن الايه؟ وركن الزكاه، صح ولا لا؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يعني مش يعني معروف في الحديث بني الاسلام على خمس: شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. كم من ممكن الله سبحانه وتعالى يقول مثلا في هذه الايه: الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين يصومون رمضان والذين هم للزكاه فاعلون، صح ولا لا؟ والذين يحجون الى بيت الله. لا، وانما اتى بصفه الاعراض عن الله وبين الصلاه وبين الزكاه للدلاله على اهميه ان يتصف المؤمن بهذه الصفه، والذين هم عن اللغو معرضون، الاعراض عن اللغو. ومثل هذه الايه قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. وفي قول الله سبحانه وتعالى: واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعملونا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لان المؤمن الحقيقي والمسلم الصادق مشغول بالله عن غير الله سبحانه وتعالى، تارك لما لا يعني. اصلا من الاداب التي ادبنا بها الاسلام ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا ايه؟ ما لا يعني. المصيبه انك انت تلاقي الانسان حاشر نفسه في كل حاجه وتارك نفسه وتارك اهل بيته وتارك اسرته ومتدخل في اسره فلان وفي عمل فلان وفي كذا فلان وهكذا. فلذلك الله عز وجل قال: والذين هم عن اللغو ايه؟ اللغو معرضون. ان المؤمن الحقيقي والمسلم الصادق كما قلنا مشغول بالله عن غيره، تارك لما لا يعنيه، مقبل على شأنه ولسانه محفوظ، ده المؤمن الايه؟ الحقيقي. ولما وصفهم الله سبحانه وتعالى يعني المؤمنين الحقيقيين بالخشوع في الصلاه اتبعه الوصف بالاعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الانفس اللذين هما قاعدة بناء التكليف، افعل ولا تفعل. يعني افعل الصلاة بخشوع، لا تفعل اللي هي لا أعرض عن اللغو، لا تفعل كذا. يبقى الله سبحانه وتعالى في الأول افعل، وأصلا حينما تعرض عن اللغو يساعدك هذا على الخشوع في الايه؟ في الصلاة. وأصلا الخشوع في الصلاة أنت أصلا عشان لكي تخرج من الصلاة بنتيجة لابد أنك أنت تعرض عن الايه؟ عن اللغو. يعني هي أسباب وايه؟ ونتائج في نفس الوقت. ثم قال الله سبحانه وتعالى، بدي رسالة برضو للناس الذين يكثرون اللغو ويكثرون الحديث عن الناس ويتدخلون فيما لا يعنيهم ويتدخلون في شؤون غيرهم ويتكلمون بما لا يعلمون ويتكلمون في أمور هي أكبر من حجمه، وربما يتكلمون، والله العظيم أنت حين تجلس مع بعض الناس تجده حينما يتحدث في السياسة كأنه كان وزير خارجية في الدولة السابقة، هو أساسا لا يعرف حتى القراءة والكتابة. يعني بص، محلل سياسي، محلل اقتصادي عالمي، محلل كروي، محلل في شأن الجالية الإسلامية وأمور إيه يعني؟ اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا إيه؟ تركه ما لا يعني.